يعني بدي ساعتين وبرجع. ما من البنوك للأسعار اللي عم تتغير من يوم ليوم، بلغ كيلو السكر 60 قرش. لو سمحت ممكن توطي الصوت شوي. لحالي طبعا، يعني مع مين بدي اكون؟ لا ما تيجي بدون ما تحكي معي تليفون. اكون صريحه معك، انا ما بدي اياك بحياتي.
هذه الجمعة أطلق عليها جمعة إعادة اعتبار للصحافة بحيث يرد على ما جرى في الجمعة الماضية من إهانة للصحفيين ومن خلال تعرضهم لعملية قمع وحشي ممكنة في عدد الصحفيين. بتسلك كم من يوم؟ توديني معك على المطار؟ ليه؟ خلص اخذت الفيزا. والمصاري؟ كيف طول بالك علي شوي؟ بدي امس. ليش؟ بدي اعمل عملية. عملية شو؟ امتى اخر مرة غيرت فيها الزيت؟ على الفاضي الموتور بده اوفر هول. السيارة بتمتع ما بتمشي منيح. يعني العربي المشرمع مش عارفين نشتغل. انت بتضلي هيك وضع. مش فاهم عليك، شو اللي بدك اياه؟ ظبط الموتور. فؤاد جيب لي الدفتر هيو جوا الدرج. عليك 300 دينار مخلفات من سنة. إمتى إن شاء الله ناوي تدفعهم؟ أكون صريح معك. شغلك كله مش عاجبني. وإذا ما تحسن خلال الأسبوع الجاي، سلمنا السيارة، كل واحد في حال سبيله. شو صار؟ لك بضاعة كفة أمامية.
يعني انت بتخلص نص النهار. طب يلا شو مستني؟ بلش شغل. يعني انت عندك كرامه وباقي البشر ما عندهم. شوف يا لو حكيت لك حلي عني، ما انت قبل يومين حكيتي لي يا حيوان، ولا الاتيكيت ما بتستخدميه الا لما شو عامل؟ انا عايف حالي. روح اشتغل. ماما عندك مشاوير الليله؟ لا عاد خلي لي المفاتيح، طالعه وما رح اتاخر. واليوم طالعه؟ عندي حفلة تخريج. خذي تاكسي. بدك يعني بعد ما اطلع من عندي الكوافير اوقف على الشارع واشر لتاكسي؟ اكيد لا. اول مره رحت فيها الكوافير كانت يوم عرسي. ضفتي ابوك على الفيسبوك؟ ما بدي. ليه؟ هيك ما بدي. ضيفيه. ماما بكفي مراهقه. بس تضيفيه احكي لي. يعني انت بالاخر شو اللي بدك اياه؟ رح تتركي لي المفاتيح ولا لا؟ مش ابوكي قال بدي اشتري لك سياره؟ احكي معه. شو مسج؟ احكي معه. مش طايقه احكي، واصلا يعني اي دونت هاف كريدت. ابوكي ما برد على المسجات. عادي، رح اضلني ارسل until he answers. شو اخبار صاحبك الميكانيكي؟ ماما مش ميكانيكي، جابر مهندس ميكانيكي. الزلمه ماما مخلوق اهبل. اوعك تريحيه، اوعك تعطيه الامان، لازم دائما تخليه مخضوض خايف. اوعك تكوني قلتي له انك بتحبي. لا هو حكى لي. ما تحكي له اياها الا لما تنشفي ريقه. شو اللي طول على التاكسي؟ وين راح ارجع؟ لسه ما في شغل. صار لي 5 سنين. انت اكثر واحد بعرف شو ممكن ازيد لمبيعات المعرض. والله انت اللي تركتنا ورحت على الخليج.
عماد يابا شو مطلعك فوق؟ ما قصنا مشاكل مع الجيران؟ وهو الجنس او اشباح الغيره. اما العنف ضد الرجل فهو يستهدف امرا غير المراه، فهو يستهدف هات الملح والفلفل معك. او ماله او مركزه او التعبير والضغط عليه امر معين. ان الرجل والتاملات التي تنصب عليه هجي هجي. لان المراه لها دافع قوي ولها سلطه نفسيه حتى على بعض الرجال ومعها سلاح خطير جدا على وهو السمعه او السياح او الالوف بشكل عام. اما الرجل لا يستطيع حتى الغور او التكلم او الاعتراف للاخرين بانه يحدث تجاهه العنف من زوجته او من اقرب الناس اليه. ايش قلت لك يا عرس؟ ما شوي راح تصير طولي. كان أصير أطول. ليه ما كنت بتحكوا؟ كانت زعلانة. ليه؟ كان لازم أستناها تحت. لا خايفة من إيه ما تشوفها معك. عشان هيك طلعت؟ لا استنيت وما نزلت. يابا بدي عجل للبسكليت. المصاري ما حكيت لي انهم جاهزه تاخذهم؟ مالك يا زلمه مالك؟ لازم احكي لك انه ما في برصيدي اكثر من 20 دينار. يعني اذا لهالدرجه محتاجهم، ليش ما تسحب من حساب ادخار عماد؟ لساته صغير ولما يصير معك بترجعهم. صاير ليش ما ترجع على الخليج؟ إذا أمي كانت على فراش الموت وكفيلي أخش لك ما رضى يعطيني جواز سفري. لما اشتكيت عليه للشرطة حملوني بتجيب مع المجرمين وإلو حكولو الحقنا بسيارتك. ضليتني ملطوع نص يوم بالمغفر لحد ما شرف أخش على الموتى. بالآخر شو حكولنا؟ حلوة بناتكم معناته ما إلك غير تلعب وتجرب حظك مرة تانية. مو حظ أنت التانية. حظ. شغل سنتين خسرته بليلة واحدة. دي اللي سجلت لها الشركة بس ما قبل لي. لما لوت بوزها وسألتك وين الحديقة؟
صحيح هي لسه بتأجرها مفروش؟ عارف يا فؤاد، انت عندك عيلتك وشغلك، يعني المفروض وضعك يكون تمام. ليش بدك تسافر؟ يا زلمة صار لي 3 أشهر مش قابض ولا راتب وبتقول لي وضعك تمام، وآخر مرة طلبت فيها راتبي من جابر قطع إيده وشحد عليها. صحيح شو وسط العملية هاي اللي حكيت لي عنها؟ يوم حسيته بوجع قوي بروح وبيجي، طلع عندي في بيضة مقلوبة ولازم لها عملية. الدكتور حكى انها عملية بسيطة، تاكل شي ربع ساعة يعني من كتير، بس انا مش مطمن. يا سيدي الوجع بروح لحاله. بس الدكتور حكى لي انه من هون ليوم الجمعة اذا ما عملت العملية راح يصير عندي مضاعفات ويضطر يطول اياها. عادي اذا قطعوها وضل عندك بيضة ثانية. كاسان معدده شقتك رقم 7. دايما بدفع. ظاهر انه في واحد ابن حرام سارقها. اتوقع في عندي عظمه في الظهر. إذا بتدور على عظمة في عظمة احتياط. بتعرفي أنواع عدادك؟ شقتك رقم 7. وإن الحكومة مستعدة لإشعار مناعي لفريق من المخبراء المحايدين لفحص الحقائق وإنها
وأعرض المصدر عن رفض الحكومة أيضاً للتساهمات والآراء التي عبرت عنها مصادر في قناة الجزيرة لصحيفة جارديان حول رد فعل لندن على فشل المفاوضات في شراء حقوق بث العرضين المباريات. وبهذا الخصوص أوضح المصدر أن لندن كان قد تحدث مع مسؤولين في قناة الجزيرة حول شراء حقوق البث قبل حوالي 4 أشهر من انطلاق المباريات، لكن قناة الجزيرة لم تبدأ. يوسف جابر بيحكي. حكيت معك وما سمعت منك رد. في بيعة إذا تمت إلى 500 دينار وما تحلم بلش زيادة. الزبونك كنت استناك في المعرض الساعة 8، هو عاد تأخر. اه يما بدرس مش عارف مش سامعك. الو مش سامعك سكتي او بعدي عني خليني اعرف اسمعك. اه هيك اوضح. حالي ما كانش موجود، طلع عند صاحبه امبارح، يمكن فؤاد. لا ما بدي احكي له، لازم هو لحاله يعرف. ما تحكي له سامعه؟ سلم ايديك على القهوة. شو لسه ما خلصت كتاب؟ خلصت بس قاعد براجع. وين ببيعوا الجهاز؟ في عندنا نوعين زي هذا العجل، واحد صيني بسبع دنانير، في ايطالي ب 25 دينار، بس للاسف الصيني خالص. طب جيب الايطالي. الايطالي. طيب
عماد يابا انا مسافر. يابا مدير المدرسة بدي يشوفك. شو عمل؟ ولا شيء. كان شو بده فيه؟ ما بعرف. بيقولوا اني مشغول اليومين. بس قال لي انه ما راح ادخل الامتحان غير لما اشوفك. أول يمين وثاني دخل على الشمال.
الكهرباء عندي مقطوعة، بقدر اشحن موبايلي عندكم؟ طلع ليش على ساعتك؟ المدام أجلت الموعد وانت معكش موبايل. المهم الشابور جوا السيارة وهي لساتها مش مقتنعة. دير بالك منها، لسانها زفر خاصة مع الزلام. تعرف هالشي؟ يمكن راح تصير حماتي، بس ما تجيب لها سيرة، هي ما بتعرف انه معرض إلنا. ليه؟ ما بدي اياها تطمع. هاي السيارة بدها تشتريها؟ جيب التويوتا. وانتو هاي سيارة بتطلبوها؟ الرينج روفر. هاي السيارة كيف وضعها؟ خيار إلك مدام، بس مدامك سألتيني عن رأيي بصراحة أنا بنصحك بالرينج. ليه؟ أوسع لليلي. مزبوط إنه آدم بسنتين، بس أنا بضمن لك خلال 3 سنين مش راح تغيري أي قطع فيها. أنا بدي الرينج. وكيف هاي السيارة بتلوع؟ ماشي حالة مدام، بس الخيارات في الرينج لكل الطرق أحسن. داخل البلد، بريد البلد، طريق وعر، جبال، سهل. عمالك مدام، عمالك إيه؟ على فكرة في الرينج في عندك ضواب اللي مثبتة على الموري برا، أي سيارة بتشكل خطر عليك بتقرب بدو الضوء الأحمر، وفي كمان صوت إنذار، يعني عندك سيطرة كاملة ورؤية شاملة في السيارة. على فكرة مدام، في بيكون عندك هون كبسات اللي بتتحكم بكل السيارة تقريبا، صوت المسجل، الدي في دي بلاير، تثبيت السرعة، زيادة السرعة. أنت بتحكي عن هاي السيارة ولا عن الرينج؟ عشان أكون واضح معك مدام، الرينج توصية خاصة لزبون اللي ما قدرش يكفي حقه. عشان هيك الزيادات والإضافات اللي بتشوفيها بالسيارة هاي مش رح تشوفيها ولا بأي سيارة تانية. عندك أحفاد مدام؟ سوري أنا بسأل عن الأطفال بس عشان أقول لك إنه في ميزة خاصة في الرينج اللي مش موجودة ولا بأي سيارة تانية، بتقدر تفصل المقعد الأمامي عن المقعد الخلفي. كبسي واحدة من هون من السترين بيطلع عندك هون فاصل زجاجي، ما بتسمعي ولا حس ولا خبر. في عندك كمان مدام هون جهاز اللي بتقدر تسجلي كل شيء بيصير في المقعد الخلفي. عمالك مدام أعطيني موبايل. إذا بدك تكوني معاي كيف ما بدي كان به، إذا لا خليكي في بيت أبوك الدكتور. على فكرة مدام اللي مراي إيه، أنت بدك تستوعبي إنه الرجال كلهم مثل بعض؟ ما بتسمعي الكلام؟ هيو صار بدي مشيكي مثل ما بده. طول عمرك عنيدة وراسك يابس، تستاهلي. هيو صار بدي مشيكي مثل ما بده، إذا بدك تنزلي لمستوى خليك الله لا يقيمك. على فكرة مدام الرينج فيه ميزة كتير خاصة، لما بتكوني ماشي بيكون هادي، ما بتحسي بالضجات اللي احنا بنحس فيها. هذا التوقيع مين؟
بعدين لما ما بتروح المدرسة وين بتكون؟ رد بحكي معك. سبعتاشر يوم غياب، وين بتكون؟ اقرا. شو هاي؟ مش سامع. تصغروا الأشياء. آسف إنه التاكسي خرب امبارح، ما قدرت أوصلك. لا مش مشكلة. أنا أصلاً يومي كان نكد من أوله. وين ليه؟ شو السيرة؟ خطيبي صار لي 3 أشهر بحاول أفهمه إني ما بقدر أضلني معاه، مش قابل يستوعب. وأنا كمان. طالع من علاقة صار لها 5 سنين كاتمة على نفسي. هلا عن جد مش فترة الخطبة هي اللي بتحدد إذا هذا الشخص مناسب إلك ولا لا؟ طبعا. حاسة إنه في إشي غلط، مش هذا الإنسان اللي بدي أكمل حياتي معاه. من يوم ما خطبته أنا ممنوع أطلع مع صحباتي إلا لما آخذ إذنه، ممنوع أحكي مع الجيران، ممنوع افتح الباب الا لما يكون موجود. ممنوع ممنوع. رفت احسن اشي اهملي هو لحاله بفهم. ما اظن صار لي 3 أشهر بحاول. مين؟ خطيبي. أنا عن مين بحكي لك؟
شو اللي جابه؟ حكيت له 100 مرة ما يجي إلا لما يحكي معي التليفون. وين العظمة اللي حكيت لي عنها؟ لا مش يوسف. مين معي؟ إذا ما كم مرة قلت لك تعطيش رقم من هذا؟ محاسب تبع المستشفى. نعم. آه جاهزات. آسف آسف تأخرت عليك شوي. يعني إمتى رح تسكروا الكاش؟ لا لا ما تقلق، قبل هيك بكون عندك.
شو بروح الموعد؟ بقول لك مسافة الطريق وبكونوا عندك. وقف رح تدبر 500 ليرة بخذ سرعة. بعد جيب 120 ألف ليرة. صار له معفن بالمعرض 6 أشهر. أنا متأكد رح يرجعونا لمكتبي. شكلها بلشت تفرج. هيك حاسس أنا. طب والله منيح. وعماد شو أخباره؟ ما بعرف شو يقرا. روح شوف دلاله حل الموضوع. انت مش من سنه قلت لي انه خلص بطلت تفرق معك حتى لو شفتها. ولا خايف تضعف زي ايام الجامعه؟ يا زلمه خلص بكفيك 5 سنين. بعد العمليه ابدا حياه جديده. ما تنسى انك لساتك حر. مش زيي، تجوزت مرتين وقلبي لسه ما دق. وين مختفي كل هالمدة؟ ما بدك تشتري موبايل؟ مبروك الجنينة. كثير حلو. أنت جايب بركة على جنينة؟ لا جاي عشان عماد. حبيبي لا بعده عم يشتغل. قلت له عم يلعب. لا لا ولا يهمك انا جاهزه بس توصل المشي. يلا عماد بده كلب لعيد ميلاده هاي السنة. بتحب تشارك؟ قديش حقه؟ 500 دينار. ولي شو الكلب اللي حقه 500 دينار؟ هذا حقه، بدك تشارك ولا لا؟ ما معي مصاري. أكيد ما معك. دلال ما تحكي معي بهيد لهجة.
انت عندك وقت تتابع الولد؟ انت جاي ترمي حكي؟ ابنك ساقط بست مواد. كم مرة قلت لك انه نحطه بمدرسة خاصة؟ انت اللي ما بدك. قلت لك ألف مرة زلمة غريب بصرفش على ابني، فاهمة؟ ما بدك، انت حر. بس اذا بسمع انه عماد راح معك على لعبة بوكر وحدة، بتكون هاي اخر مرة بتشوفه فيها. دلال، انت نسيتي كيف جبت لك الشقة؟ وانت نسيت انك ضيعت كل اشي؟ لا لا، انا ما بدي نتزعل او نتمشكل ولا جاي ارمي الحق على حدا. كل همي اني اطمن على مستقبل ابني. ايش مالك؟ ولا شيء. ايش هذا؟ هذول المصريات كنت موفر له اياهم عشان اتعلم بالجامعه. يوسف ايش مالك؟ اقعد. بدك اتصل بالدكتور؟ لا اتصلش بك. كيكي فيش حاجه، بكرة عندي عملية بسيطة. ليه ما قلت لي؟ سجل الولد مدرسة خاصة قريبة عليكي، المصاري اللي بتضل هاتي له مدرس خصوصي خليه يتعلم يقرأ عشان يفوت على التوجيه. هدول 200 دينار، هدول 300 دينار مخلفات السنة الماضية، هيك بنطلع صافيين. Yeah.
فإن شباب مصر هو أغلى ما لديها، ويتفق الله عليهم كي يصنعوا مستقبلا، وتطبع بهم أن ينبت بينهم من يسعى لنشر الفوضى ونهج الممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق وهدم ما بيننا. إن اقتناعي ثابت لا يتزعزع بمواصلة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي من أجل مجتمع مصري حر وديمقراطي يحتضن قيم العصر وينفتح على العالم. لقد انحزت وسوف أظل للفقراء من أبناء الشعب على الدوام، مقتنعا بأن الاقتصاد أكبر وأخطر من أن يترك للاقتصاديين وحدهم، وحرصت على ضبط سياسات الحكومة للإصلاح الاقتصادي كي لا ظلي بأسرع مما يحتمله أبناء الشعب.
آه يابا كيفك؟ لا مش رقمي. مش مهم رقم مين هسه. درست؟ أنو ساعة الامتحان؟ أنا مسافر يابا زي ما حكيت لك. بدي تدير بالك على حالك. اه بدكش توصي على امك، مش تغلبها، اسمع كلامها كل كلمه بتقول لك اياها. يا ويلك اذا بسمع انك مغلبها. Thank you.
Thank you.